اتفاقية بين مؤسسة النقل كنان، ما نقولش كنان ماد لأنه كنان نورد تلحق فيما بعد، ولكن كنان بصفة عامة، مع المتعامل التركي أركاس من جهة، وكذلك مع مؤسسة رونو ألجيري لتضمن نقل لكيت نتاع السيارات من موانئ الأوروبية نحو ميناء أرزو في وهران. وهذه ثمرة جهود وتعاون أفقي بين الوزارات وبين المجمعات. وبهذه المناسبة ما نشرح نشكر مجمع غاتما اللي هو المجمع المشرف. اليوم قمنا بإمرام عقد مع شريك أركاس التركي والشريك رونو. العقد يتمثل في نقل الحاويات من ميناء كوستانزا الروماني نحو ميناء أرزو الجزائري. وهذا العقد يمكن للجزائر بأخذ حصة 50% من النقل الذي كان يقوم به رب البواخر الأجانب. درنا خطوة باش كنان ما دخلت في سوق نقل الحاويات، وهذه حاجة مهمة جدا.